الالكترونيه الى صناعه الافلام باسلوب منفرد قدم همومه كعراقي وكان الصمت بطل الكثير من اعماله خلوكم وياي حتى نتعرف على ضيفي اليوم. جعفر مراد مخرج سينمائي عراقي ولد في بغداد وهاجر الى اوروبا حصل على بكالوريوس في الهندسه الالكترونيه من جامعه اوترخت الهولنديه ثم توجه الى بريطانيا لدراسه السينما حيث حاز على شهاده الماجستير من جامعه هالم عمل في بداياته على اخراج مجموعه من الافلام القصيره وحقق نجاحا ملفتا من خلال تقديمه لافكار جديده تعالج قضايا وهموم العراقيين في المهجر من خلال دواخل الشخصيات وابعادها النفسيه شارك جعفر مراد بمجموعة أفلامه في 185 مهرجانا عربيا وعالميا في هوليوود وسان فرانسيسكو وفي عدد من دول أمريكا الجنوبية ومعظم الدول العربية، واستطاع أن يحصد 65 جائزة عن أعماله. قدم عام 2020 أول فيلم وثائقي له بعنوان وصمة عار، تناول فيها حرب الخليج الثانية. وبدأ جعفر رحلته مع المسلسلات في اول اعماله الدراميه بعنوان مدينه الضباب الذي يحمل طابع الجريمه وهو من تاليفه واخراجه. مرحبا استاذ هلا وها شلون صحتك؟ الحمد لله شو اخبارك؟ <أورا> الحمد لله <أم> الحمد لله جعفر شلون تختار ممثلينك؟ هل انت تختارهم بنفسك ولا من خلال شركه توظيف ممثلين؟ هو حسب الدور اكو اكو دور بطوله اكيد البطوله الا يعني احاول القي ممثل متمرس اللي يقدر تجي هيك ادوار مرات يعني تصدف انه ممثل هسه بادي واشوف به مثلا ملامح بطل فاحكي وياه وادربه على الدور اول اسبوع يبين اذا هو ممكن يجيد هذا الدور او لا بس انا اللي مسؤول من البدايه والحمد لله يعني دا, دا انجح ورغم اللي وياي اكثر اللي موجودين اول مره يوقفون امام الكاميرا فهذا مطلوب مني ايضا يعني فجهد متضاعف أن أن انه شلون ادرب هذا اللي ما عنده اصلا ما عنده خبره طحيح. مواقف امام كاميرا سينمائيه فهذا مطلوب مني اني احاول اكسر هذا الخوف الموجود عنده من اول ما يجي رحبه الكاميرا والتصوير عباله هو جاي سلفيات بعدين من يجي يشوف لا الموضوع جد الموضوع إضاءة الموضوع طبقة صوت الموضوع أريد منه أحاسيس أريد منه مشاعر تفيدني أنا ككاتب وكمخرج أنه ما أقلل من الدور هذا عن قيمته حرفيا شنو التحديات اللي تواجهها بتنفيذ أعمالك؟ شوفي من البداية من الفكرة تجيني تبدي التحديات اول شيء في فكره ايديا بعدين من ابدي اكتب بعدين من ابدي امهد للتصوير اثناء التصوير بعدين اكمل تصوير اثناء المونتاج اكمل المونتاج اثناء البوست برودكشن اكمل هذا كله كل خطوه لازم بها تحديات جعفر انت تكتب وتصور وتمنتج وتخرج. شنو الايجابي والسلبي بهاي الطريقة؟ هو هذا اكبر اكبر غلط، يعني المفروض المخرج ما له يعني المفروض يركز على الإخراج بس حتى تطلع الموضوع يعني بدون أخطاء، بدون أي شيء. وهذا متعب للمخرج أنه هو بيكون مسؤول على الموضوع كله. بس أنا بالنسبة إلي لا، الموضوع متعة. الموضوع أنا يعني متمتع من البداية إلى النهاية ومثل ما قلت لك يعني ما عندي أي صعوبات بيني وبين نفسي يعني أنا حاب الموضوع كله ومن الفكرة بالي تجي أبدي الفكرة شوية 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 شوية, شوية تكبر من كل ما تكبر أكثر كل ما الطموح أكثر يصير كل ما أفكاري أكثر تصير كل ما تجيني أشياء أكتبها رأسا بس من عملك هذا تشوفيه امام الك... امام الشاشه وتسمعين اراء الناس بهذا هذا عمل كان اصلا ما موجود، من يكبر شويه 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 وتشوفيه امام شاشه كبيره، فالاحساس ما اقدر اقول لك اياه، اكون تعبان بالموضوع كله من البدايه الى النهايه هذه الفتره، مجرد اباوع على الفيلم يروح على التعب كله هل انت منفتح لاخراج فكره او سيناريو لشخص غيرك؟ اكيد طبعا يعني اذا واحد اجاني عنده فكره زينه ملائمه الي انا اول شيء يعني اول شيء يعني شي اشوف هل هي هذه الفكره راح اضيف اني الها هل هي هذه الفكره راح اخلي التالنت مالتي بي بيها راح اكبر الموضوع راح اخليه مهم كلش فاذا اجتني فكره من غير شخص اوكي وهي اجتني هوايه يعني بس انا قلت مثلا هذا لا ما يفيدني هذا ما يفيدني هذا ما شفته زين بس اكو فكره اجتني اللي هو اخر افلامي وبصمه عار هذا الفيلم الوحيد اللي مو مو دي بس الباقي علي كان من الكتابه الى التصوير الى الاخراج الى المونتاج الى وفي في فيلم نجحنا نجاح كبير جدا. فاني ماكو عندي مانع، يعني اذا جاني واحد عنده في فكره زينه او عنده سيناريو زين فاين. اتمنى هذا الشيء طبعا اكيد. سي نمبر 5، تيك نمبر 2، سي نمبر 5، تيك نمبر 2، اكيد. لازم تعرفين كل شيء عنه قبل ما تبدين باي خطوه. لا 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 لا، البدايه اول اول جمله اول. اي، يلا. اكيد. حاولنا وياه بعده طرق. بس كل مره ينفذ منها. عيدها إيه بدون ما تخالف فراغات. جعفر مراد تستعمل وجوه جديده بافلامك، هل السبب قله الخيارات؟ هو حسب الدور. اني يعني اني قلت لك قبل شوي شوي حسب الدور، الدور هو اللي يحكم. اكيد طبعا لانه احنا في في بريطانيا في في غربه. وماكو هوايه فنانين موجودين هنايا فرحة اكون مجبور انه اجيب وجوه جديده. اكو وجوه جديده بيحبون يعني بتجيهم فرصه. فاني اشوف مثلا اكو هوايه عالم جدد وحابين هذا الشيء، فاني كلش احب الممثل او الممثله اللي عندهم طموح واللي تشجع هذا الشيء. المو... Exactly. حابين هذا الشيء بيقولوا لي احنا نريد هذه هذه الفرصه وشوفني مثلا وجربني بليز هذا بيخليني ينطيني فدافع انه هذا اقبل لانه عنده ثقه بي اجى وجاي من 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 مثلا من مدينه بعيده عايف اطفاله وجاي عايف شغله وجاي فاكيد راح انطي اعطيه قيمه انطي قدر هذا اللي بيجي هذا بديت ويا جعفر مراد العمل كفنانة قبل سنتين سن وحبيت شغلي وياه لأن جعفر إنسان مميز ورائع وتعلمت من عنده هواية أمور وأحياناً يعني مو أحياناً ولكن دائماً هو اللي يعلمنا هو اللي يوجهنا كيف نأدي صح بالبداية كان دوري ويا استاذ جعفر جداً بسيط مسلسل درامي بس بعدين انطيت الجعفر اداء حلو وحب ادائي وكل ما انطي اداء كل ما يكبر دوري والله يدري شنو المضمون عرفه سكتي لا ما اسكت ما بيحل حل جسارتك هاي زين شنو الصفه ام الميزه اللي تراهن عليها باختيار ممثلينك كل شيء كل شيء عندي مهم يعني من البدايه عندي الالتزام عندي واحد عنده رغبة عنده مثلا كلش طموح أنه يؤدي هذا الدور هذا عندي أهم شيء شوية شوية هي مراحل أبدي هذا الشيء بعدين المرحلة الجاية وجوده أمام الكاميرا أنا واجبي أنه أكثر هذا الخوف اللي موجود عنده أمام الكاميرا فإذا انطاني اللي انطاني الأداء اللي اللي أنا كاتبه والأحاسيس اللي اللي أنا أريدها فاين يعني فالالتزام عندي كلش كلش مهم احترام الدور احترام السكريبت اللي انا كاتبه احترام الزملاء رادي صباح الخير مامتي صباح النور شلونك امبارح حبيبتي زين كل زين اي كان بيرفكت فيري نايس جايز والى هسه عندنا نشاطات ويا جهات ما معروفه كلش حلو مدينة الضباب حدثنا عن هذا المسلسل هذا عمل درامي سيكولوجي بمجموعة قصص في عمل واحد ده أناقش موضوعين أول موضوع هو عدم القناعة ثاني موضوع هو موضوع مهم كلش هسه في في بريطانيا انه الجيل القديم ما يتفاهم كل شوية الجيل الجديد فالبنت بدات تتفاهم ويا امها ورغم امها دكتوره مشهوره بس يعني عدد تقاليد المسلسل عباره عن 11 حلقه كل حلقة عبارة عن أربعين دقيقة أه كلفني كليا تسعين ألف باون أه الممثلين مجموعة ويا كبيرة عندي أه فلاح هاشم عندي وفاء العائش عندي أه ليلى إبراهيم أنا عندي دور بالموضوع عندي شمس أه حارث المبارك موجود سالي المبارك دكتور انتصار الشاوي أه يعني شفاء جبر ياسين فعندي مجموعة كبيرة الكل جايين في كل حب حتى نكمل هذا المسلسل أخذ من مني وقت أطول من المفروض لأنه الكل عندهم شغل وعندهم أوائل واللي يعني صعب يطلعون من شغلهم بس إحنا كملنا يعني بطريقة بحيث ما ما أثر على البقية وبنفس الوقت الجدول ماشي عدل فهذا عندي يعني الحمد لله كملناه واني سعيد كلش بالتجربه هذه وان شاء الله عن قريب يطلع في التلفزيون بصراحه اني ما مطمئنه الموضوع مشى بسرعه مو طبيعيه زواجها منا بدون خطوبه وسكنهم سويه بالشقه مالتها وهسه تفاجئني موضوع الحمل فعلا احنا كل ما نعرف عنه شلون كان عايش وشنو شغله مرة يقول لي مهندس مرة يقول لي تقني كمبيوترات ولي هسه ما جايب لها أي شيء، الغريبة هي كلش فرحانة بي ومقتنعة أحب أعمالك إلى قلبك؟ أنا أقدر أجاوبك جواب يعني تقليدي أقول لك أعمالي كلها زينة وأعمالي كلها عندها معزة كبيرة عندي بس أنا راح أكون حقاني يعني. راح أقول لك هارمونيكا هارمونيكا ليش؟ لأنه أول فيلم إلي أول فيلم أني أكمش كاميرا وأول فيلم أحس أنه أني دا أنتج الحلم اللي انا عشت عمري كله اتمناه هو احلى شيء بيه انه سايكولوجي اربع دقائق ماكو ممثل ماكو حوار ايماجن واو wow. وعلى وكنت محتاج الى بيتش محتاج الى ساحل يكون باشياء خاصه كلش ما بي صخور كبيره بي صخور شويه لانه التصوير جوه المي واو ما شاء الله فهو هذا اللي انا اريده، رحت مخصوص الى ايطاليا، الجزيره كانت إهن هناك هي اني بقيت ادور على هذا النوع من المكانات، فرحت مخصوص الى ايطاليا حتى اصور هذا هذا الفيلم وهو هذا اول افلام. The truth can come to us all. We need clarity to recognize it. With life's last breath, truth can be an arrogant friend. حدثنا عن فيلمك لا ومن وين اجت فكرته هو مشروع التخرج ماجستير اللي كملته هنا في بريطانيا كوميديا غريبه اول شيء اول شيء ما قبله يعني المدرس قال لي لا انت سايكولوجي وانت ماخذ مجال اخر شلون بتجي على الكوميديا؟ سويته وهم ما مقتنعين بس شافوني انا عندي حماس حيل حيل قوي. يوم التخرج يوم اللي تجي لجنه خاصه تقرر هي يا فيلم هو احسن فيلم ويا فيلم اول فيلم شافوه ثاني فيلم شافوه ثالث رابع خامس انا حطوني اخر واحد. شافوا للفيلم في فتحوا الاضويه بعد ما شافوا قالوا من هو فلان؟ انا قلت أنا المدرسه مالتي عبالها راح تقول لها هذا بخوش مشروع وهذا ما ادري شنو قال لي منين اجتك هذه الفكره؟ قلت له والله انا دا احكي عن الخوف اللي مزروع بينا سويته بطريقه كوميديه وبنفس الوقت سايكولوجيه اخذت بي اول على الجامعه ف طبعا اخذ جوائز كوم وحصل على 28 مهرجان عالمي واخذت عليه ثمان جوائز قابلت الملك تشارلز ب 2014 عندما كان امير بشنو تحدثتوا؟ هي امسيه كانت امسيه ملكيه كانوا معزومين يعني اللي مدعوين كل اول اثنين من كل جامعه ميديا فرحت انا يعني للامسيه هذه وهو اجى ولقى كلمه 20 عشر دقيق دقيقه الكلمه مالته كانت وحكى على الميديا وسوالف وضحك وش اسمه بعدين هو اكيد ما عنده وقت يحكي ويا الجميع فصرنا عباره عن جروبات فراح على اول جروب بعدين مشى ثاني واحد عافى الثالث واحد عافى اجى على جروب مالتي اول ما اجى على الجروب مالتي قال لي انت فلان؟ واو. قلت له يس قال لي اني اني قرات اسمك موجود ويا اللي اللي موجودين هنايا يعني سعيد انه دا اشوف اول عراقي فنان موجود هنايا يعني جعفر مراد حدثنا عن اول افلامك الروائيه الطويله فطور انجليزي هو كان اول افلامي الطويله فيلم 90 مينتس دراما عراقيه دا ناقش موضوع عدم القناعه تصويره في في بريطانيا كان بس الروح كانت عراقيه والقصه عراقيه بس الاتموسفير انجليزي كان فهذا المكس هذا حلو كان عرضته في لندن امسيه خاصه الحمد لله اخذ يعني نجاح كبير عرضته في في بغداد امسيه خاصه واخذ اهتمام ايضا وعرضوه بالتلفزيون ثمان مرات فهذا عندي نجاح كبير الحمد لله. ولا تزال العاصمه البريطانيه لندن تحت صدمه الاعتداءات الارهابيه التي حولت مدينه الضباب الى مدينه يسيطر عليها الخوف والترقب. شنو اجمل تكريم حصلت عليه اعمالك استاذ جعفر؟ كل مهرجان وكل تكريم بالنسبه لي هذا كان دافع كبير كلش حتى اكمل اكمل مسيرتي الفنيه. كل مهرجان اروح له لازم اشوف كميه افلام كبيره، لازم اشوف الى يا مرحله هم واصلين، واخليهم ايضا افلامي يشوفون افلامي حتى اراويهم انه اني ايضا الى يا مرحله واصل. الحمد لله انا هسه عندي يعني مجموعه مهرجانات اوروبيه ينتظرون افلامي يعني هسه جتني مجموعه انفيتيشنز يقولوا لي احنا منتظرين افلامك الجديده لانه افلامك فازت عندنا قبل فاكيد الجاي راح تكون مهم بس بكل صراحه ومدى ابالغ ومدى أبيع اي وطنيات احلى تكريم عندي في بلدي بغداد الحله واسط البصرة كل ما اخذ تكريم احلى احساس من انت عندك تكريم في المدينه مالتك اللي انت والده بها. المنتقل الاذاعي والتلفزيوني اتحاد الكتاب والادباء في العراق كل الشرف والتقدير والاحترام الى الفنان جعفر مراد وهو في بغداد. وتكريم الاستاذ الفنان الكبير والمخرج وسفير السينما العراقيه الاستاذ المعين جعفر الذي يحضر بيننا هنا بمدينه تيزنيت في النسخه السابعه للمهرجان الدولي للسينما هذه لحظه تاريخيه ان تكون تيزنيت تنفتح على السينما العراقيه بهذا الشكل وتبصر. شنو برايك سبب عدم تفوق السينما العراقيه برغم وجود مواهب كثيرة أنت أنت وجود مواهب كثيرة عندنا مواهب عندنا أقلية سواء في في الداخل أو الخارج بس المشكلة يعني عدم وجود الدعم السينما تحتاج إلى دعم السينما تحتاج إلى اهتمام فالسينما وين يروح ما عنده حل إلا يروح للدولة والدوله يعني دا اشوف اني مدى بتدعم السينمائي بطريقه جيده. تجربتي ويا جعفر مراد هو تجربه جدا رائعه وناجحه، مخرج كبير وكاتب كبير. الصراحه كانت الاجواء اللي يسويها بالست اجواء كلش حلوه، بحيث الممثلين تلاقيهم يطلع افضل ما عندهم كلهم، ماكو واحد زين وواحد مو زين. بلس انه هو شخص دقيق ويريد يطلع من الممثل الاداء صح مخارج الحروف مالته يركز بها التوقيتات اللي تحضر بيها بجد بقد ما هو شخص دقيق بقد ما هو فلكسبل يعني حاول بالبدايه يدخلك بالجو وبعدين يطلع من عندك الاداء التمثيلي فالتجربه كلش حلوه والحمد لله تكللت بنجاح وراح تترجم لتجارب اخرى شنو اكثر عنصر يمثل المشاهد العراقي دراميا؟ شوفي احنا عاطفيين آه، وكلش العاطفه عندنا تغلب على هواي اشياء فالافلام العاطفيه عندنا لها اثر كبير كلش والعراقي مر ازمات مر بحروب كثيره فاكيد نفسيته تتغير يعني من فتره الى فتره فاني اشوف العاطفه هي اللي متغلبه عن بقيه العناصر استاذ جعفر ليش تستخدم الموسيقى الغربيه اكثر من الشرقيه باعمالك هذا سؤال يعني جواب طويل كلش لانه أبديلش من اني بالانت من اني طفل يعني اسمع اكثر شيء غربي اكثر اكثر شيء غربي كبرت اسمع غربي البوب ميوزك شويه 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 جيت الى اوروبا من نفس الشيء صديقي عندي بريطاني جاز ونم هو بدا وياي يعني بدينا نسوي يعني فالى حد هسه هو اللي كتب كل الباك جراوند الموسيقى مال الاعمال كلها The last feature film. Uh, was English Breakfast. And the way we did the music there was uh, it's an Iraqi story based in London. And we decided that rather than using Iraqi music, we would use it like an English classical style music. I, I came up with a, a short line on the cello. And we use this cello line to elaborate and to extemporize and to do different arrangements throughout the film, taking it into more romantic uh, periods. and also to more dramatic using the same sequence of notes and we found that the the familiarity of this this musical musical line uh, went through the whole film but in many different emotions and different styles شنو اكثر شيء تشتاق له بالعراق؟ كل شيء كل شيء اشتاق انت قولي شنو الشيء اللي ما اشتاق له؟ واني واني الطفل، طفولتي واني شاب أشرع ناس اصدقائي اهلي بيتنا القديم الكبير اللي يجمعنا كنا اطلع بالليل ويا جماعتي اسهر بلدي امشي في بلدي حالي حالك لانه في في, في اوروبا اني ضيف ولازم اكون مثلا ما اتجاوز ولازم لازم ادري انه مو من حقي هيجي اقول مو من حقي هيجي اسوي من امشي الى حد هسه من امشي ببغداد اني يعني امشي بكل كرامه لانه هذا هذا بلدي حالي حالك انت فاني فاقد كل شيء هذا الشيء اللي انا دا اقوله اللي عايشين برا اكثر شيء لانه عندهم نفس المشكله. من ارجع لبغداد هسه يعني من امشي انا ببغداد احلى حياه احلى احلى دقائق عندي حتى لو البلد ما بحروب مثلا حتى لو بغداد مو مثل بغداد قبل اللي انا عشت بيها بس الروح هي الروح موجوده. جعفر مراد ما بين النفسي والسياسي والاجتماعي كان له بصمه خاصه في عالم السينما والدراما من خلال اساليب متعدده ليقدم قضايا جدليه بصوره واقعيه. خليكم ويانا من حلقه جديده من مسافر خانه من بريطانيا.